بلبل وقف على الشجر وبعلو صوته صاح، لا عجبني منه غنى ولا قلبي له ارتاح. عصفور وهايم بين العباد شايل لنا في غنوته ميه وزاد. يشفي العليل لو يسمعه مره يقول ما دام بتحب لازم تعترف وتقول. فراشه هايمه في السما تطير وتحط، وموجة جاية من البحور بتغسل شط. يا مركبة بالشراع لفي البحور وارسي، هاتي هنا الحبايب اهتمي واحترسي. أمانة يا مركبة قبل ما ترسي ألاقي حبيب القلوب قبل ما ترسي. صباحكم حب، صباحكم سعادة، وحلقة جديدة من 60 دقيقة حياة، وكالعادة هنرحب بالشيف غادة ومطبخ دودو. ازيك يا داليا، عامله ايه؟ صباحك سعاده. صباحك سعاده غدا. انا شايفه في حاجات كتير النهارده، هتعملي لنا ايه؟ هعمل مقلوبه بالبتنجان والبطاطس. محدش هياكل الاكل ده بتاعي. هنسيبك تشتغلي عشان ريحه الاكل بتبتدي تبان، وهنيجي مع حالتك مع داليا، وهنتابع مع شيف غاده وضيوفنا بعد حالتك مع داليا واول فقراتنا. الحقيقه الحاله النهارده حاله انسانيه صعبه جدا. هنتكلم فيها عن الرجاله. طيب هو يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربال، ولا دل راجل ولا دل حيطه؟ للاسف حالتنا النهارده اللي امنت للرجال ما شافتش غير الميه في الغربال. الحاله اللي احنا بقالنا ايام متابعينها على السوشيال ميديا، ويمكن زمايل ليا سبقوني وحكوا عنها، لكن ما كانش ينفع تمر من غير ما نتكلم عليها. رحاب سيده في منتصف الثلاثينات، اتجوزت شخص اكبر منها بعشرين سنه، وكان مرفوض من بيتها. رحاب اصرت عليه واتجوزته وسافرت معاه وعاشت معاه زي ما هي بتقول على لسانها 10 سنين كانوا حلوين جدا، الى ان جه جوزها تعب. ورحاب بكل حب اتبرعت لجوزها بفص من كبد بتاعها. كانت النتيجه ان بعد العمليه رحاب حالتها الصحيه اتدهورت. فالراجل اللي امنته وديت له حياتها وعرضت حياتها عشان هو يعيش ووافقت انها تبقى في خطر، رد الجميل لرحاب انه طردها من بيتها وعايز كان يحرمها من بنتها وما كانش عندها وسيله تعيش بيها، وراح اتجوز واحده بصحتها عشان رحاب ما بقتش نافعه. مفيش كلام. طبعا رحاب اضطرت تبيع عربيتها عشان تقدر تعيش، والغريبه ان رحاب لسه على ذمه الراجل ده. احنا حاولنا نجيب رقم جوز رحاب عشان نسمع منه، لربما يكون الحكايه من طرف واحد ليها مداخلات، لكن للاسف معرفناش نوصل لزوج رحاب. فبالتالي احنا بنتكلم بناء على كلام رحاب. طيب احنا مش عايزين نظلم بقى الرجاله كلهم ونقول ان كل الرجاله زي جوز رحاب، وفي الاخر احنا عايزين نقول ايه في حالتك مع داليا؟ ان الراجل لا هو دل حيطه ولا هو زي الميه في الغربال. الراجل هو امان وسند وظهر. الراجل زي ما ربنا قال هو القوم على الست، ومش قوم يعني ان هو ينهي ويؤمر، القوامة بمعناها الصحيح، ان يكون ليها سند، يكون ليها ظهر، يكون ليها ناصح، ويكون ليها مستشار، ويقوم على راحة الست. الحقيقة مش عايزين حالة زي حالة رحاب تتكرر تاني، ومش عايزين نقول يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال، ولا عايزين نقول دل راجل ولا دل حيطة. عايزين نقول الراجل
هو امان الست وظهرها وسندها. يا رب كل الرجاله اللي بيتفرجوا علينا يسمعونا ويقدروا يكونوا كده، ويا رب كل الستات تعرف تختار راجل سند. وصباحكم سعاده، فاصل وهنرجع، استنونا. ومفاجاه البرنامج وضيوفنا النهارده ضيوف ما حصلوش. صباحكم سعاده. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا النهارده فقره مهمه جدا الحقيقه، هنتكلم فيها عن الجروبات النسائيه اللي بتكون موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. والنهارده احنا مش جايبين اي جروب، احنا جايبين جروب مكسر الدنيا. النهارده ضيوفي وضيوفكم في الحلقه ضيوف حقيقي من نوع خاص جدا من السيدات. معايا ومعاكم ادمن جروب ماما فاشونيستا اللي فيه اكتر من ربع مليون ست. اهلا بسمة علاء. اهلا يا داليا، ازيك؟ ومعانا احدى الماماهات في الجروب فاشونيستا جيهان زغلي. اهلا بيكي. اهلا بيكي، نورتونا. شكرا. شكرا بسمة. بداية كده الجروب الحقيقة انا عضو فيه، ومعرفش انا دخلته ازاي، وانا مش من الناس اللي بتهتم قوي بجروبات الفيسبوك او جروبات التواصل الاجتماعي. فجأة لقيتني بقى قعدت يومين قبل ما ابتدي اشارك في الجروب، لفت نظري قوي الجروب وبتفرج ومبسوطة ومبهورة الى ان نزلت بمشاركة. فبداية كده الجروب العبقري ده، انتي الفكرة جات لك ازاي، ويا ترى ايه هدفك منه؟ الفكرة جات لي ازاي؟ اولا انا ما كانتش في دماغي خالص الفكرة، بس انا بحب يعني انا ام زي اي ام، كنت حابة ان انا دايما ان انا اهتم بنفسي، اطور من نفسي، لو في حاجة انا مش مهتمية بيها كويس ان انا احاول ان انا اراجعها او اهتم بيها. فالفكرة جات من هنا، ان احنا نعمل جروب، ان احنا نساعد بعض، ازاي نهتم ببعض، ازاي نهتم بشكلنا، بلبسنا، بجسمنا، بكل حاجة يعني. الحقيقة الجروب فيه شوية افكار هايلة. ونيجي بقى لجيهان، احدى الماميهات الفاشونيستات. جيهان، يا ترى انت الجروب بالنسبة لك ايه؟ استفدتي منه ايه؟ اتعرفت على ناس جديدة اولا، حسيت ان انا ممكن افيد الناس، ودي حاجة بترجع لي يعني ان انا بتبسط لما احس ان في حد بيستفاد بحاجة وانا قدرت ان انا افيده. بس انت لغاية دلوقتي لسه ما علمتناش ازاي نلف الطرح زي ما انت بتلبسيها. هنزلها والله. لسه لحد قدام المشاهدات جيهان بتلف طرح حلوة قوي، ف هنعمل لايفات عليها ان شاء الله. في حاجة كمان مفاجأة كده للبرنامج، ان جيهان زغلي من الحلقة الجاية هي الستايلست الخاص ببرنامج 60 دقيقة حياة. ان شاء الله. ان شاء الله. ومفاجأة تانية هنعلنها دلوقتي لكل عضوات ماما فاشونيستا ولكل متابعين 60 دقيقة حياة، عندنا هدايا قيمة جدا النهاردة متقدمة من مركز أدارة للنضارة. المركز مكانه في المنصورة. ما يجراش حاجة حتى لو انت من القاهرة ورحتي عملتي الجلسة ببلاش يعني. النهاردة احنا عندنا جلسات بوتكس وفيلر مجانا، عندنا جلسات بلازما مجانا، عندنا كشف مجاني ومتابعة مجانية طول ما انت بتتابعي في البرنامج، بشرط انك تكوني من متابعين 60 دقيقة حياة ومن جروب ماما فاشونيستا. وايه شرط المسابقه؟ ان حضرتك هتخشي على صفحه البرنامج بتاع 60 دقيقه حياه، هتشيري الحلقه، وكل ما هتشيري اكتر هيكون نصيبك في الفوز اكتر. جوائزنا النهارده قيمه جدا بتتخطى ال 2000 جنيه. بنشكر مركز اداره انه قدم لنا الحاجات دي مجانا، والتفاصيل هتعرفوها معانا عن طريق متابعه البرنامج، وهيعلن عن الفائزه في الحلقة الجاية على الهواء مباشرة، وهتستلم جايزتها. لو حضرتك هتقدري تيجي مدينة الإنتاج الإعلامي هتتشرفي بينا هنا، أو هنتشرفينا نديك الجايزة. لو مش هتقدري هتتصلي بينا تليفونيا وإحنا نوصل لك الجايزة لحد البيت. نرجع بقى لموضوعنا والبسمة اللي عاملة قلبان في الفيسبوك. بسمة
يا ترى ايه اهدافك من البرنامج من الجروب، وايه الخدمات اللي بتقدميها للناس؟ اهدافي من الجروب ان كل مامز او كل ليدز بمعنى اصح ان هي تهتم بنفسها، واحنا برضو عاملين مش بس بنفسك لا، ببيتك وباطفالك وكل حاجه يعني تخص المراه كفايده ليها. فده الهدف، ان انت مثلا محتاجه تغيري من ستايل لبسك، محتاجه وستايل لبسك يعني جميع الفئات عندنا، محتاجه تحسي بوجودك في الحياه. بالظبط. الحقيقه ده استفدته معانا مداخله تليفونيه. و الو صباح السعادة. صباح السعادة، صباح الفل عليكم كلكم. مين معايا؟ ما شاء الله عليكم. صراحة أحب أشكركم كلكم، أحلى برنامج وأجمل بسمة. الله. وهي فعلا بسمة، وأحلى بسمة. شكرا. في العالم كله على الجروب اللذيذ اللي هي عاملاه بتاعها ماما فاشونيستا. الله، أنت عضوة في ماما فاشونيستا؟ أيوه. الله، تابعي عشان تاخدي الهدايا بقى. شكرا. أتعرف بيكي، هما مين؟ أنا مدام إحسان السيد محروس. مدام إحسان نورتينا. شكرا. عندك سؤال؟ لا حقيقة أنا حبيت أشكركم كلكم وأقول لكم صباح السعادة وصباح الفل عليكم كلكم. صباحك سعادة وسكر زيادة، وتابعينا وإن شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنكم ونقدر نقدم لكم جزء من السعادة. نرجع. ربنا يوفقكم كلكم يا رب. تسلميلي. نرجع لضيوفنا. بس إحنا كنا بنتكلم عن أهداف الجروب. واتفقنا إن إحنا وصلنا في الآخر ان انت كماما ليكي حق في الحياه، انت ليكي مكان كبير قوي في المجتمع. الله. فاحنا بنحاول نستغل حاجه زي كده بحاجه بسيطه، يعني الانترنت طبعا كلنا بنقعد عليه وكلنا عندنا تواصل عليه، فدي الطريقه الوحيده اللي ممكن نوصل بيها لبعض. ممكن انا اكون مقصره في حاجه استفيد من غيري، ممكن غيري يكون محتاج حاجه معينه يستفيد من الجروب، فهو ده الهدف الاساسي من الجروب. نيجي بقى للاستفاده، ومعانا الستايلست جيهان زغلي. جيهان، يا ترى استفدتي ايه من الجروب؟ بناء على كلام بسمه، هنشوفها بتقول كلام صح ولا احنا ما بنستفدش ولا ايه في الجروب ده ولا ايه؟ اول حاجه ان هو الجروب فيه كميه تفاعل حلوه جدا حقيقي، وبعدين كمان بتزيد يوم عن يوم، ودي حاجه تدل ان الجروب ناجح، عشان كده احنا كمان موجودين معاكم في البرنامج النهارده. هو الحقيقه الجروب ناجح جدا، عشان كده ما احنا موجودين ليه. طب جيهان، عايزينك كده تكلمينا عن الموضه، عن الجمال، عن الميك اب، نصايح اللي بتقدميها على الجروب، عايزين كمان كل ستات مصر بقى يعرفوا منك. هو الستايل على حسب كل واحده، ما هو انا مش شرط ممكن اقول لك الستايل ممكن انت تشوفيني تحبيه في واحده تانية ما تحبهوش كده، ف هو الستايل مش شرط ماركات ولا اي حاجه، المهم ان انت بس يبقى ليكي نظره في اللبس، ان انت يعني تشوفي الحاجه كده تحسيها عليكي يعني. فاهماني؟ ده حقيقي. فهو الستايل بكذا اعمار، يعني انا بنزل ستايل مثلا بليزر، سكيرت، حاجات كتيره، فهو على حسب انت هتختاري تلبسي ايه، فانا ما ينفعش اجي اقول لك انت تلبسي ايه. بصي بقى، انت جبتي لي كده حته ما كانتش خالص في السكريبت، وادي السكريبت اهو. تمام. بمناسبه اللبس، اوكي، دايما الاقي مثلا واحده تقول لك اصل انا ما بلاقيش عليها غير بناطيل، اوكي، اصل انا ما بلبسش غير ستايل معين. ده ينفع؟ دي حقيقه، لان كل واحده ليها جسم معين، فما ينفعش ان هي تلبس مثلا واحده مليانه، ما ينفعش مثلا تلبس جيب مخطط او عريض كده. لا انا ما اقصدش كده يا جيهان، انا اقصد ايه، اني انا ممكن البس كل حاجه، ممكن البس الفستان، ممكن البس طبعا الجيبه، ممكن بس بستايل معين، بستايل معين ليه على لبسي، مفيش حاجه اسمها انا ما بلبسش غير بناطيل. لا ما ينفعش، ما هو مثلا انا بكون مثلا لابسه سكيرت او لابسه فستان او لابسه اي حاجه، في ناس تأيدني ان هو السكيرت والفساتين عليا احلى من البناطيل، في ناس تقول لا البناطيل عليكي احلى، فهو على حسب انت عايزه تلبسي ايه، ممكن انت تنوعي، في ناس ماشيه بسيستم معين ان هي تمشي على الصف ده، في ناس لا يعني تلبس كل حاجه. فاهماني؟ بصي انا واحده من الناس، هدي كده مثال، انا كنت دايما بعمل ضوافري فرنش طول الوقت، انا مانيكير فرنش، واستحاله احط لون، الى ان رحت مره المكان اللي بروح فيه وكان متاخر والبنات تقريبا كانوا عايزين يمشوا والفرنش بياخد وقت، قالت لي طب ما تجربي تحطي لون، وانا اقول لها لا، صدقيني لما جربت حطيت لون حسيت انه الله حلو قوي، طب التغيير حلو مطلوب. بالظبط، الاساسي. فاحنا عايزين نعلم الستات
ما هو ده هدف الجروب. مداخلة التانية. تليفونية تانية النهاردة يوم المداخلات. ياسمين ألو ألو ياسمين ممكن توطي التلفزيون بس من عندك؟ ألو ألو ياسمين ممكن تكتمي صوت التليفون التلفزيون يعني توطيه؟ والله صباحك سعادة يا ياسمين. صباح النور. عندك أي سؤال؟ لا هو الجروب بصراحة جميل جدا. الله عدوى من ماما فاشونيستا. اه جروب جميل جدا. ياسمين طب سؤال كده على الهوا زي ما بيقولوا، بما انك عدوى في الجروب استفدتي ايه من الجروب يا ياسمين؟ كل حاجه بصراحه يعني اللبس وجروب كده مضحك يعني حلو جدا. حقيقه احنا عندنا شويه في حاجات في الجروب. ياسمين ياسمين ميرسي ليكي، الخط قطع وهنستنى تواصلكم تاني. طيب يبقى احنا اتفقنا ان التغيير مطلوب اكيد، بس التغيير بما يتناسب مع طبيعه جسمي وشكلك وكل حاجه. طب بسمة بقى، احنا ايه الاعمار السنيه اللي الجروب بيستهدفها؟ يعني انا لما دخلت انه ماما فاشونيستا انا تخيلت في الاول اني هلاقي مامهات، انا اكتشفت كمان ان احنا معانا بنات في الجروب. طبعا. فانتي عندك الفئه العمريه تقريبا من كام سنه لكام سنه؟ هو اسم الجروب ماما فاشونيستا لان ناس كتير بتسالني هو بس للمامز، فهو لا هو بس الاسم هو ماما فاشونيستا، لكن هو طبعا من اول 18 سنه. وعندنا اعمار لحد تقريبا فوق ال 50 سنه. هو انا حسيت بحاجه كمان ان في بنات صغيرين معانا بيتعلموا، ويمكن يا جيهان هدف من اهداف الجروب اعداد الماما المستقبليه. تمام. يا ترى البنات دي لما بيتدخلوا معاكي يا بسمه، واكيد بيخشوا لك على الخاص بيسالوكي، بيستفادوا منك ايه؟ والله بصي، هو اول حاجه بيستفادوا بيها ان احنا عندنا كده يعني طبعا مش كل الناس بس عندهم كده مبدا ان الست ادام اتجوزت فهي كده خلاص يعني. حقيقه تهمل في نفسها وفي شكلها وخلاص بقى البيت والعيال والطبيخ والتنظيف وكده. فده يعني احنا بنديهم بقى امل في بكره، لا انت لازم تفضلي زي ما انت، سواء اتجوزتي معاكي اطفال مش معاكي اطفال، حبي نفسك حبي شكلك حبي مظهرك ليكي مش لحد تاني. الله. بس فده بيديهم امل يعني. جيهان من غير اي اسئله عايزاكي تقولي لنا حاجه، انت حابه تقولي ايه لبنات؟ طب ماما فاشونيستا بنات، احنا بنات، احنا بنات طبعا، احنا بنات ماما فاشونيستا والبنات اللي بيتفرجوا علينا. البنات يا جماعه لحد لو عندي 100 سنه انا بنوته جميله. انا بشوف ان برضو على كلام بسمه ان كل بشوف يعني في بنات كانت في الجامعه اعرفهم شخصيا كانوا مهتمين جدا بنفسهم، بس اول ما بيتجوزوا بيهملوا في شكلهم في لبسهم في يعني حياتهم بتتشقلب كده، ان انت خلاص ما تعرفيهم. فانا يعني مفروض الواحده بعد الجواز ان دي فئه جديده يعني مرحله جديده من بدايه من حياه، بدايه حياه يعني جديده ليها. فمفروض ان هي تهتم بمظهرها وبشكلها وبجسمها وباطفالها كمان، يعني مفروض حتى الجروب ان هو يتكلم عن الاطفال، ازاي كل مامي تهتم بالاطفال عندها، فده هيفيد. طيب في عجاله، ايه الخدمات اللي الجروب بيقدمها لعضواته، ويا ترى ايه الانشطه والمهارات اللي بنكتسبها او اللي انت بتعرضيها في الجروب؟ الخدمات اللي احنا بنقدمها طبعا احنا عاملين يوم في الاسبوع عن الدايت. هيكون معانا حد متخصص هيقول لنا على انظمه للتخسيس للناس اللي حابه تساعد بعض او تشجع بعض على الجروب، زائد ان احنا بنعمل لايفات كتيره قوي عن الميك اب والعنايه بالشعر والعنايه بالبشره، ايه الحاجات اليوميه اللي تستمري عليها بحيث ان انت بشرتك وشكلك يبقوا للاحسن. دي بالنسبه للخدمات اللي احنا بنوفرها، زائد طبعا بيكون في حاجات زي ريسايكل كده، ان انت لو عندك حاجه ممكن تعدلي فيها بحيث ان هي تبقى حلوه سواء في لبسك او في بيت عندك في مظهر اللي هي اعاده تدوير الحاجات القديمه اللي عندك، ازاي تستفيدي بيها بحيث انها تبقى جديده. بالظبط. طيب دي حاجه حلوه جدا. في حاجه كمان لفتت نظري في الجروب بما اني من متابعين، صور
الماما فاشوريستا الحقيقه احنا بنستغرب قد ايه بنتعلم منها ومن الشياكه بتاعتهم. ويا ترى ده بيجي لك عليه اقبال؟ حد بيعلق يعني؟ حد بيقول لك مثلا يا جيهان او يا بسمه انا استفدت من فلانه، او الستايل ده عجبني، او انا حبيت ابقى زي دي؟ انا اول الناس اللي بستفاد يعني انا طبعا والادمن نهاد يعني بنستفاد برضو من غيرنا. احنا بنشكر الادمن نهاد، المفروض كانت تبقى معانا بس هي سافرت. نهاد يا رب لو بتتفرجي علينا يا رب تكوني وصلتي بالسلامه، وهنستناكي لما ترجعي من السفر اكيد في حلقه جديده. فاحنا كادمن بنستفاد يعني، هي الفكره احنا مش احنا يعني زي ما نقول الناس تعمل زينا، لا احنا بنعمل زيهم كمان. الله، يعني هو كله بيستفيد من كله. هو الوقت بيخلص بسرعه قوي جدا جدا، بس انتوا هتفضلوا قاعدين معانا في الاستوديو عشان تشموا ريحه المقلوبه. يا احنا شمينها من دلوقتي اصلا. ايه رايك؟ عايزين نشوف كده الشيف بتعمل ايه. انت جوعت محمد؟ جاع وتقريبا مش قادر يعني يجيب الكاميرا حتى على الاكل من كتر ما هو جعان. ريحه المقلوبه حلوه قوي جدا قوي جدا. غاده عامله شغل عالي، غاده عامله شغل عالي جدا. والحقيقه اهو محمد بيجيب الله الله. فاصل وهنرجع لكم ومعانا مفاجاه من العيار الثقيل. استنونا، وملوك الصوت هيكسروا الاستوديو دلوقتي. صباحكم سعاده. ومعانا ملوك الصوت اللي مكسرين الدنيا. اهلا وسهلا محمد بولي. اهلا وسهلا حضرتك. واسلام جاكي. أهلا. ايه جاكي جايه منين؟ جاكي جاكي شان ولا ايه؟ يا ترى انتوا بقالكم قد ايه بتغني؟ والله احنا المفروض ان احنا من زمان وكنا وقفنا شويه الموضوع ده عشان كل واحد فينا برضو عنده اشغال تانية. بس احنا بنحب الموضوع، احنا بنحب المهرجان. بتحبوا المهرجان؟ فاي حد بيحب حاجه بيبدع فيها. فالموضوع ده من زمان يعني، اللي هو ايه، حتى كمان احنا يعني انا كنت زمان بتاع دي جي اصلا. يعني اللي هي جت معايا كده بقى، اللي هو حب ليها، حب للشغلانه اصلا. الله. طيب احنا عايزين تقول لنا كده حصري ل 60 دقيقه حياه اغنيه مهرجان كده، لان للاسف مش هنلحق نقول كلام كتير، لكن اكيد ليكم حلقات كتير معانا. اكيد ان شاء الله. فضل. باذن الله ان شاء الله. احنا كنا محضرين حاجه خفيفه كده نسمع حصري ان شاء الله للبرنامج. حصري ل 60 دقيقه حياه البرنامج. بتقول اكلمك على طول مشغول، وساعات كتير بيكون مقفول، ولما تيجي ترد عليا بتقولي يلا اقفل على طول. طب اسمعيني. طب يا فاهمين، مش كل مره تقدرين موضوع كده. ان شاء الله انا عايز اعمل حاجه برضو البرنامج ان شاء الله باذن الله، عشان خاطر الناس هنا في القناه ناس كويسين جدا، وبيقفوا مع الناس ووقفوا معانا. وكل ده ان شاء الله ما بننساش حاجه لحد. ملوك الصوت، الحقيقه كان نفسي اقعد معاكم وقت اطول من كده. وعد مني احنا في حلقه كامله مع ملوك الصوت ان شاء الله، ونبقى جاهزين بالموسيقى وجاهزين بكل حاجه. فاصل للاذان ورجعنا لكم بعد الفاصل. ورجعنا بعد الفاصل ومعانا ضيوفنا في الاستوديو بسمه علاء وجيهان زغلي. هنسيبهم قاعدين وهقوم معاكوا عشان ريحه المقلوبه. والشيف غاده، صباح السعاده يا غاده. صباح النور. ازيك يا داليا، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ بص يا ستي، انا عشان وقت البرنامج جبت نص كيلو لحمه. حطيت عليهم بصل، شرايح بصل في الحله، وشرايح طماطم وفلفل رومي. وبعدين حطيت اللحمه انا سلقاها، وحطيت رصيت البتنجان، قليت البتنجان، وشرايح البطاطس برده قليتها. عندي بقى هنا رز البسمتي نص كيلو مغسول ومنقوع، حط عليه البهارات بتاعتي اللي هي معلقه ملح كبيره، معلقه فلفل اسود كبيره، معلقه بهارات كبيره، معلقه كركم، نص معلقه قرفه. الله.
وجوزة الطيب. الريحة الرحمة. شامين يا بنات الريحة؟ وجوزة الطيب. تمام؟ فانا هحط البهارات بتاعتي على الرز. انا طبعا مرصصه كل حاجه في الحلة اهي. ده لوز يا شيف غدا ولا ايه؟ متهيئ ده لوز؟ ده لوز طبعا اللي على الوش ده. حلو قوي. وهحطها على النار. نقرمش. احنا ما فطرناش. وهبتدي ان انا احط الرز اللي انا حطيت البهارات عليه. هدلقه. يعني احنا دلوقتي البتنجان مقلي والبطاطس مقلية واللحمة شرايح بطاطس عادية رفناها شوية، الفلفل واخد برضو تشويحة. وهبتدي ان انا ايه واللحمة مسلوقة والرز مغسول ومنقوع. الله. هحط بقى كل حاجة عليه. عندي هنا مية سخنة علشان بس ايه يستوي بسرعة. هدلق المية السخنة كده عليه. بسمة شمة جدا. احنا ما فطرناش على فكرة. ولا وبعدين الريجيم. خلاص يا هفتن عليكي. هفتن عليكي. يعني بسمة عاملة ضجة. مش ممنوع ان احنا ندوق على فكرة. طب بالمناسبة بقى والشيف غادة كده حاطة الأكل على النار. غادة. نعم. بسمة كانت عاملة مسابقة على الجروب مشهورة. مشهورة دي معناها ايه؟ أنت شبه مين من المشاهير؟ الحقيقه شفت شويه موزز في الجروب اتعقدت. شايفه شبه المشاهير بالظبط. والله بس طبيعيين بقى. جدا جدا. وعلى فكره البنت اللي كانت قايله انها نانسي هي شبه نانسي عجرم. معرفش ايه بيقولوها مش شبهها. لا ناس كتيره قوي بصراحه يعني شبه المشاهير بطريقه غير طبيعيه يعني. طب ما تساليهم كده يا غدا مين اللي فاز؟ مين اللي فاز؟ احنا عندنا 3 فايزين في المسابقه. اول متسابقه اسمها دعاء سعد كانت مشابهة لإنجي وجدان. وتاني متسابقة كانت فاطمة مصطفى وشبيهة شيماء سيف. وتالت متسابقة كانت سارة محمد رشيد شبيهة ليلى علوي. الله. ايوه شفتها. عايزين نشوف. الله الله. يا ريت كان معانا سوا. التلاتة فازوا ولا في واحدة بقى خدت؟ لا هم تلاتة بالترتيب على حسب المركز الأول والتاني والتالت. دعاء سعد. اللي هي شبيهة مين اللي خدت المركز الأول؟ فاطمة مصطفى. دعاء سعد انجي وجدان. انجي وجدان. تيبيكال يعني تقريبا معديه ال 11000 لايك. الله. هي تيبيكال فعلا. دعاء سعد وفاطمه مصطفى شبيهه شيماء سيف. وساره محمد رشيد شبيهه ليلى علوي. شبيهه ليلى علوي. انا شفتها فعلا. انا شفتها. طب يا غدا ايه احنا شبه مين تفتكري؟ مش عارفه. فعلا شبه مين تفتكري؟ طيب ممكن كده تقولي لنا انا علشان تطلع بالشكل ده لازم الحله. بصي لازم الحله تكون لازم الحله تكون زي كده مستويه. ما تبقاش اللي هي طالعه واسعه او جايه ضيقه. وبرص فيها البصل الاول بعدين الطماطم بعدين اللحمه يعني بعدين الفلفل الرومي. وبعدين بقى ايه البتنجان بحطه على جوانب الحلة وفي النص وشرايح البطاطس وببتدي ان انا ايه احط الرز بقى بعد كده وبسيبه بقى يستوي وبعد كده بغطي عليه خالص كأنك بتسوي رز عادي خالص وبتروحي قلباه في اي سيرفيس على قد الحلة بتاعتك. الله. وطبعا من ذوقاه باللوز المحمص. اللوز تعمل حلو. اللوز المحمر. دوقي يا بسمة. لا انا عامله دايت. تجيجي تدوقي دايت. فزي ما انتم شايفين كده. ده لوز. ده في الدايت بتاعي. وطبعا اللي مش عايز اللوز يقدر يستغنى عن اللوز. اللي عايز يحط بندق اللي مش عايز يحط حاجه خالص ممكن سوداني. وعلى فكره ممكن برضو اللي عايز يستغنى عن البطاطس مش مهم. لكن البتنجان وصفه اساسيه فيه. لا الله. شكلها وريحتها تجنن. تسلم ايدك. تسلم ايدك يا شيف. تسلم يا حبيبتي ربنا يخليكي. ميرسي قوي. وصفه جديده وبسيطه ان شاء الله تعجبكم باذن الله. حلو قوي اللوز. يا هو اللوز بس اللي حلو. شكرا للشيف غاده. شكرا للشيف غاده. ميرسي قوي. وشكرا لبسمه. ميرسي لضيوفنا جيهان. شكرا ليكي اللي احنا دبسناها على الهواء وخليناها ستايلس البرنامج. والله يا عيني حرام بنت فجر. وهنستناكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده و60 دقيقه حياه والشيف غاده ومطبخ دودو وداليا غازي. هنستناكم. هتوحشونا. صباحكم سعادة.